أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صنفت كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر 59 فرداً و12 منظمة في قطر ضمن قوائم الإرهاب لديها. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. هذا وقد أدرج 18 قطرياً في قوائم الأشخاص الذين يتهمون بتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى رجال أعمال وساسة وأشخاص بارزين في الأسرة الحاكمة. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن التصعيد الكبير المربك والمرتبك جاء من دولة شقيقة، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين. وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال الوزير الإماراتي إن الهروب إلى الأمام وطلب الحماية الخارجية لا يمثلان حلاً. وخلص قرقاش إلى القول الدولة، ويقصد بها قطر، ترى خلاصها الآن في الدعم الخارجي بعدما تدخلت في شؤون العرب مقوضة استقرارهم. هجمت هيئة تحرير الشام مقر لكتائب تابعة للجيش السوري الحر في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. وقال مراسلنا إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين أسفرت عن قتلى وجرحى، بعد أن سير مقاتلو النصرة رتلا إلى معرة النعمان بهدف اعتقال أفراد يتبعون للفرقة 13. وأكد مراسلنا أن قرابة 300 طفل يتيم حصروا في إحدى الصالات القريبة من منطقة الاشتباك، وأن أهالي معرة النعمان خرجوا في تظاهرة للتنديد بالهجوم الذي استهدف مقر الجيش الحر، وللمطالبة بإسقاط الجولاني لكنها قوبلت بالرصاص. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية البريطانية أن حزب المحافظين الحاكم سيخسر الأغلبية التي كان يتمتع بها والتي تؤهله لتشكيل الحكومة منفرداً، وذلك على غرار نتائج استطلاع آراء الناخبين، حيث سيفقد 17 مقعداً لكنه سيبقى أكبر الأحزاب في مجلس العموم. وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مبدئياً على تمديد عقده مع فريقه برشلونة حتى عام 2022. إذاعة كاتالونيا أكدت أن والد ميسي ووكيل أعماله وصل إلى برشلونة واتفق مع الإدارة على بنود العقد الجديد الذي سيمنح ميسي راتباً سنوياً يصل إلى 30 مليون يورو، إضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده من 250 مليون يورو إلى 400 مليون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.